عسلامة، مرحبا بكم. انا اليوم باش نطيب مقرونه بالتون، راهي وصفه سهله وفي ساعتها. انا باش نطيب 300 غرام مقرونه. حضرت المقرونه هذه مقرونه فل نمره 3، واحنا نجمو نطيبوا المقرونه اللي تساعدنا واللي عندنا موجوده في الدار. وحضرت التفاح هذايا باش نفوح به المقرونه. عندنا ثوم مهرس، هذه بصله قصيتها جويده، ملح، تابل، ورقتين رند، بغير فطماطم معجونه، باش نحط شويه فلفل اكحل، شويه هريسه، وحكه تون حليتها وقطرتها من الزيت، وعندنا زيت زيتونه. توا باش نبدا نحضر الصلصه نتاع المقرونه. باش ناخذ الزيت، باش نصب مقدار 80 مليلتر زيت، باش نحط الثوم، نحط البصل، البصل والثوم باش نذبلهم شويه في وسطك الزيت. الثوم والبصل هاني ذبلتهم شويه فك الزيت، واني حطيت الماء نتاع المقرونه يسخن. وتوا باش نحط شويه هريسه، باش نحطهم غير فطماطم معجونه، ونحط كلوريتين رند، ونصب شوية ماء باش نحل فيها كالطماطم والهريسة. باش نحط شوية تابل، شوية فلفل أكحل، وشوية ملح، نخلط. وتوا نخليها كالصلصه تتقلى شوي على نار واطيه. الصلصه تقليت، توا باش نصب لها شويه ماء، شويه مش برشا، ونحركها. وتوا باش نغطيها ونخليها تطيب. الصلصه تغلي عندها دريجي هكا، بدات تطيب الصلصه هذيا في ساعه تحضى. الماء نتاع المقرونه غلي، باش نحط ورقه رند، نحط مغرفه ملح، وباش نرمي المقرونه تتسمط. نحرك، ونخليها تطيب. المقرونة مكتوبة على الباك 8 دقائق، أنا باش نطيبها كان 6 دقائق، والدقيقتين الآخرين باش نكمل نطيبها في الصلصة. المقرونة عندها 6 دقائق تغلي، توا باش نطفي عليها ونصفيها. الصلصة طابت والمقرونة سقيتها، وتوا باش نصبها على الصلصة. باش نحط لها شويه فلفل اكحل ونخلطها، ونخليها تزيد تطيب دقيقتين اخرين. المقرونه تجمرت، وتوا باش نحط لها التون. ونخلطها ونطفي عليها الغاز ونخلط. المقرونة طابت وحضرت. المقرونة هذية في 20 دقيقة تحضى. المقرونة حضرت، وهني توا باش نعبيها في الشقالة. اما فما ريحه، ريحه بنينه نتاع المقرونه اللي بالتن، ما تصوروش البنه اللي فيها المقرونه هذيا. المقرونه هاني كملت عبيتها في الشقاله، ونجمو نزينوها بوريقات نتاع حبق.
وناكلوا صحة وبالشفاء. وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة متاع المقرونة اللي بالتن، وشاهية طيبة وبالسلامة.